الامبريون. علم الأجندة، كيف بدأ الخلق؟ وعشان نتكلم عن الامبريولوجي لازم نسرح بخيالنا في ثلاث اربع حاجات. نمره واحد، انك دلوقتي مش بتتفرج على بني ادم، انت بتتفرج على حته لحمه حمراء بتتشكل تبقى بني ادم. فلما اقول لك مثلا حاجه اسمها مانديبولار ارش، ده مش معناها الجو. مانديبولار ارش مثلا ده اللي بيدي الابر جو واللور جو باللب اللي تشك بنص الفك اللي تحت. لما اقول لك ماكسيلاري بروسس، ده مش معناها المجزلة، ده معناها الحته اللي هيكون فيها المجزلة وحوالين المجزلة. واحنا بنتكلم في الامبريولوجي لازم توسع مخك شويه، لان الموضوع محتاج ايه؟ تخيل. كان نفسي اقول لكم المعلومه اللي اقولها لكم دي في الاخر، بس يعني عشان قلبك يستريح، مش كل اطلاقه للمعلومات اللي عندك في الكتاب هتبقى ان شاء الله عليك. ثم حتى مش كل المعلومات اللي انا هشرحها النهارده وان شاء الله باذن الله لما ترجع بالسلامه دكتور هالة هكلمها تكملها المحاضرتين الجايين، مش كل حاجه فيهم عليك. في الاخر لو انتوا شطار وحلوين، دكتوره هاله هت ايه؟ هتخفف عليكم الامبريولوجي وتختار لكم كام حاجه كده هي اللي ممكن دي. انما للعلم خد منها الموبايل. للعلم لازم هتبقى عارفين يعني ايه امبريولوجي. بس اللي هيتابع معايا في الكتاب هيلاقي ان انا بنط نطات غريبه كده، ماشي؟ ما يحطهاش ايه؟ ما يحطهاش فعلا. اتفقنا؟ حد عنده اعتراض لحد دلوقتي؟ طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. امبريولوجي او علم الاجنه او ازاي الجنين بيتكون، مع العلم ان انا دكتور سنان يعني اهم حاجه عندي هتبقى مين؟ هتبقى الفكر. وبذلك محتاج اتكلم على حاجه اسمها انترا يوتراين لايف. يعني ايه انترا يوتراين لايف؟ يعني الحياه جوه الرحم. واحنا بقى بنعيش قد ايه جوه الرحم؟ 9 شهور. بلغه الايه؟ بلغه الستات اللي قاعدين بره عند دكتور النساء كان يقول لك انا في الشهر الاولاني، انا في الشهر الثاني، انا في اخر الثالث، انا بولد في السابع. لما تخش جوه عند الدكتور للاسف مش هيكلمها بالايه؟ بالايه؟ بشهر. ده هيكلمها بالاسبوع ويقول لها انت في الاسبوع الكذا، انت في الويك انترايوتراين، الويك الاولاني، الويك الثاني، الويك الثالث. انما لو تعمقت شويه ودخلت عند بتوع الامبريولوجي هيكلمك باليوم بير داي انترايوتراين لايف، لان اللي هيحصل في اليوم بيتغير من يوم لايه؟ من يوم للتاني. النهارده هنتكلم على اسوأ جزء في الامبريولوجي الا هو جنرال انترودكشن اوف امبريولوجي. بدانا بحاجه اسمها فيزز اوف انترايوتراين لايف اللي بنبدا بيها من اول ما يحصل فيرتلايزيشن في فيز 1. اول ما يحصل فيرتلايزيشن للاوفر لحد ما تكبر وتعمل لي حاجه اسمها 3 جيرم لايرز. يعني ايه 3 جيرم لايرز؟ انتوديرم. ايوه مين هما بقى؟ انتوديرم وميزوديرم واندوديرم، عارفينهم دول. تاني مرحله هي الامبريونيك بيريود او المرحله اللي شكل الجنين يبدا يتكون، يبان. ده تقريبا الوش، دي تقريبا الايدين، ده تقريبا الجسم. يعني اللي بيحصل فيه ظهور للاورجن. ثم بعد كده اخر مرحله وهي مرحله الفيتال بيريود، ان الاورجن دي تبدا تكبر وتتطور وتاخد الشكل الطبيعي اللي بتقوله.
تاني phases of intrauterine life. اول phase كان اسمها fertilization اللي بتبدا من خليه واحده ودي بتبدا من اول يوم من اول fertilization لحد 2 weeks intrauterine. مالكش اي معالم غير ان بيكون 3 germ layers اللي هما ectoderm ميزودرم واندودرم. ثم تاني مرحلة phase 2 او الامبريونيك فيز ودي بتبدأ من week 3 لحد week 8 ودي اللي بيحصل فيها development زي ما نشوف بعد شوية. تالت مرحلة من week 9 لحد birth ان شاء الله الفيتال ايه فيه. تعال نشوفها اول واحدة formation of 3 germ layers من اول fertilization لحد ما يبقى عندي التلاتة germ layer. بنبدأ بخلية واحدة fertilized ovum تبدأ تعمل انقسام لخليتين 4 8 16 تكبر شوية تبقى ميلولا أو مضغة ثم تبدأ تغرز نفسها جوه اليوتراين وول. تفرز نفسها جوه اليوتراين ايه؟ يوتراين وول وتعمل حاجة 3 germ layers ectoderm وميزوديرم واندوديرم على شكل flat surface. على شكل flat ايه؟ flat surface. تاني مرحلة الا وهي الامبريونيك ستيج اللي بتبدا من week 3 لحد ما اوصل لweek 8 ودي اخطر مرحلة في الجنين. دي اللي بيبدا فيها الديفلوبمنت اوف اورجن. ديفلوبمنت اوف اورجن ليه اخطر مرحلة؟ قال لك عشان خلال المرحلة دي لو حصلت اي مشكلة، لو الام خدت دواء غلط، شربت كحول، شربت سجاير او مخدرات، او خدت حتى فيرال انفكشن، ممكن يعمل لي حاجة خطيرة او اسمها كونجينيتالي ديفورماتيف او التشوهات الخلقية للايه؟ للجنين. تالت مرحلة هي الفيتال بيريود من اول الناينث ويك لحد ان شاء الله ما ايه؟ ما الام تقوم بالسبب. وفي المرحلة دي كل الاورجنز بتبقى اوريدي موجودة، يحصل لها انلارجمنت تكبر ويحصل لها ديفلوبمنت تتطور لحد المنظر الايه؟ الطبيعي. تتطور لحد المنظر الطبيعي. وبذلك تعالوا نتكلم على شكل الفيس اوف امبريو، على شكل الامبريو والدنيا صغيره كده. اتفقنا ان انا عندي مرحله اسمها 3 جرم لير على شكل قرص. على شكل ايه؟ جبتش انا حاجه من عندي؟ على شكل قرص. في المرحلة دي أنا عندي ثلاثة جيرم لاير، إكتودير اللي بالأزرق، في النص ميزو دير، ومن تحت إندو إندو دير، ومن تحت إندو إيه؟ إندو دير. ومن تحت إندو إيه؟ اندودير. في هذه المرحلة يبدأ الديسك ده يلف حوالين نفسه، يلف حوالين ايه؟ نفسه، ويعمل لي يلف حوالين ايه؟ نفسه، ويعمل لي حاجة زي صباع الايه؟ صباع السجق. بالعقل كده صباع السجق ده من بره ايه؟ اكتودير. برافو عليك. طب ومن جوه ايه؟ اندودير. وفي النص محشي. الله عليك. يعني انا عندي من بره اكتودير ومن جوه اندودير وفي النص ميزو ميزودير. وبقى شكل الامبريو في الوقت ده وعلى فكره ده متاخر شويه، تقريبا الامبريو بقى 3 مللي. ده حجم الامبريو كمان لما يكبر بالنسبه لعمله معدنيه. بيبقى شكل الامبريو شبه الايه؟ دودة. شبه العلقه او شبه الدوده.
الدوده في المرحله اللي شبه العلقه وشبه الدوده خدنا الكلام ده قبل كده لو فاكرين توت ديفلوبمنت لما كنا بنقول ان المنظر كان بيبقى 3 هيد 4 هيد ميد هيد وهند هيد وفي الاخر تيل بأمرت بخدنا الحته دي وقلنا عليها ستوديا اللي كانت بتتكون من ايكو ديرم وتحته ميزو ديرم فاكرينها؟ بأمرت مع الكريستوف امبريو ظهر ديفلوبمنت للنيرفال سيستم وطلع نيورال كريست سيلز اللي عملت لي بعد كده ديفلوبمنت للتيث وحاجات ثانيه. للتيث وحاجات ايه؟ وحاجات ثانيه. نرجع مرجعنا المنظر كالاتي عندي ديسك لف حوالين نفسه في اتجاهين لاترال فولدنج عمل زي صباع السجق اكتوديرم من بره وعشان كده الاكتوديرم مين اللي بيعمل السكن اندوديرم من جوه وعشان كده الاندوديرم مين اللي بيعمل الجي اي تي من اول الايه الفارنكس ونازل ومن النص ميزو ديرم وعشان كده الميزو ديرم هو اللي بيعمل الكونكتيف تيشو انكلودنج البون والماسلز والايه والكونكتيف تيشو الايه العادي. لحد دلوقتي في مشكله؟ خير اللهم اجعله خير. لما كبرنا الحته دي at 3 weeks intra-uterine life الاقي شويه اسطوانات طلعت من جنب الامبريو طلعت من جنب الايه؟ الامبريو. ايه الاسطوانات دي؟ قال لك لما بصيت كده عليها بقيت شبه البتاع ده. ايه البتاع ده؟ خياشيم. ده الجلف اوف ايه؟ فيش الخياشيم بتاعت السمكه. بالظبط الحته دي اسمها بارينكايما وعشان كده سميت في الامبريو الحتت اللي طلع دي حاجه اسمها فارينجيال ارش او بارينكايما ايه؟ بارينكيال ارش. ليه بارينكيال ارش؟ قال لك عشان شبه الايه؟ الجعانب بتاعت السمكه. او سوري شبه الايه؟ الخياشيم بتاعت السمكه. ليه فارينجيال؟ عشان الحته دي اللي ان شاء الله هتبقى الفارنج، الحته دي اللي ان شاء الله هتبقى الايه؟ الفارنج. تعالوا نراجع الصوره دي، ادي الفور هيد اللي بيتكون، امال الفتحه دي اسمها ايه؟ ستوموديوم. ستوموديوم، امال الجزء ده اسمه ايه؟ ميد هيد اللي هيطلع فيه القلب ان شاء الله، ومن اللاترال وول بيطلع لي فارنجيال ارش او الفارنجيال ايه؟ او الفارنجيال ارش. لما جينا نبص عليهم لقيت ان انا عندي 6 فارنجيال ارش. طالعين اول وتاني واحد بس هما اللي بيوصلوا لبعض. اول واحد ده سميته مانديبولار ارش. سميته مانديبولار ايه؟ ارش. تاني واحد ناحيه العظمه اللي هنا، العظمه اللي هنا اسمها ايه؟ هايويد. هايويد بون صح؟ وعشان كده سميته هايويد ارش. الاربعه الباقيين قليلين وصغيرين ومالهمش اسامي. صغيرين ومالهمش ايه؟ اسامي. لما قطعت الجزء اللي من جوه ده اسمه ايه؟ فارنس. هو ده اللي ان شاء الله هيبقى الفارنس. اللايننج بتاعه ايه؟ من جوه اندوديرم، ومن بره اكتوديرم، ومن جوه في النص ميزوديرم. لحد دلوقتي في مشكله؟ تعالوا نشوف المنظر على بعضه. البارينكيال ارش اللي كانت في شبه الدوده فور هيد وميد هيد والايه والهند هيد والتيل ادي المنظر من الجنب يبدا يطلع الاوت جروث الارش اللي سميناها فارنجيال ارش او فارنكايما ايه؟ ارش. عددهم كالاتي 6 2 اساسيين اول واحد اسمه مانديبلر وده اهم واحد منا واللي يسمع كلمه مانديبلر ارش ما يفتكرش المانديبل ده المانديبل والماجيلا وكل اللي حواليه. لما قطعت فيهم وجيت ابص عليهم من جوه لقيتهم بيتكونوا من ايه من بره وايه من جوه؟ اكتوديرم من بره وايه؟ اندوديرم من جوه وفي النص ميزوديرم وفي النص ميزو ايه؟ ديرم. الحته اللي في النص دي اسمها الفارنج وعشان كده اسمهم فارنجيال ارش وهم عشان شبه الايه؟ الخياشيم بتاعت السمكه سميناهم فارنجيال
هارش. سميناهم برينكل ايه؟ هارش. نعم؟ لا، 3 هيت دي قبل الايه؟ البارينكيال ارش. ده في الاول عندي 3 ويكس انتراكراين لايف لما كان عندي 4 هيد وميد هيد والاند هيد، واللي في النص الحته دي كان اسمها استموديه. وساعتها حصل ديفلوبمنت للنيرفس سيستم، مش عليك الحته بتاع النيرفس سيستم. تعرف بس كلمه منها النيورال كريست سيلز اللي بتعمل السنان وشويه حاجات ثانيه. بين بقى الفور هيد والميد هيد في الحته اللاترال اللي الجنب تبدا تطلع البارينكيال ارش عشان تحوط مين؟ الاستموديه. عشان تحوط الايه؟ الاستموديه. لما قطعت عليها لقيت حاجه غريبه قوي. لقيت ان اول ارش ده اللي ناحيه الايه؟ المانديبولا. الاوريكابتل في المانديبولا ارش. لقيته اكتوديرم من بره واكتوديرم من جوه. يبقى كل الارش اكتوديرم من بره واندوديرم من جوه، ما عدا مين؟ الوحيد هو الاكتوديرم من بره واكتوديرم من جوه. اكتوديرم من بره واكتوديرم من جوه. خير اللهم اجعله خير. الارشز دي لقيت حز من جوه وحز من بره. ايه حز ده؟ قال لك شبه ايديك كده بالظبط. الايد مش لو ضميت الصوابع على بعض تلاقي زي الجروف هنا، تلاقي زي الجروف دي بينهم، سميتهم بارينكيال جروف اور بارينكيال كليفت. ومن جوه مش في برضه جيوب كده؟ الجيوب دي سميتها بارينكيال باوتش. سميتها بارينكيال ايه؟ باوتش. يبقى كل ارش والتاني من بره اسمه بارينكيال جروف ومن جوه اسمه بارينكيال باوتش. وزي ما اسمه فارينجيال يبقى برضه ده اسمه فارينجيال جروف وفارينجيال ايه؟ باوتش. لحد دلوقتي في مشكلة؟ حلو. لما دخلت بقى جوه كل ارش لقيت ثلاث مكونات مهمة. أول مكون العمود الفقري للارش، بس أنا لسه ما كونتش بون. طب إيه الحاجة اللي ممكن تمسك الارش في مكانه بس ما تبقاش بون؟ كارتريج. طب أنهي نوع من الكارتريج البيور ده؟ يبقى مين؟ هايلاين كارتريج. وعشان كده لقيت جوه كل واحد هايلاين ايه؟ هايلاين كارتريج. الهايلاين كارتريج ده موجود جوه كل واحد منهم، جوه كل ارش منهم. بتاع المندبل بس هو الوحيد اللي احنا عارفين اسمه. اسمه ميكلز كارتريج. اللي اسمه ميكلز ايه؟ كارتريج. طب محتاج ايه تاني عشان تعمل ديفلوب؟ محتاج ايه؟ نيرف. وعشان كده جوه كل ارش من دول لازم يكون موجود نيرف. هنتكلم عليهم بعد شويه. بس بالفقاقه مانديبلر ارش تلاقي جواه مانديبلر نيرف. طب ولو نزلت شويه للارش اللي بعده اللي بياخد حته من الوش، تتوقع النيرف اللي يبقى فيه ايه؟ فيشيال نيرف. يبقى فيشيال ايه؟ ثالث نيرف. ثالث واحد نيرف برضه من الكرانيال نيرف بس ورا شويه اسمه بلوستو فارينجيال نيرف. بلوستو فارينجيال ايه؟ نقول كمان احنا بنتكلم على الديفلوبمنت اوف امبريو من 3 ويكس انتراكراين لايف لما كان عندي 4 هيد ميد هيد وهند هيد. طلع لي شويه ارش يمين وشمال سميتهم فارينجيال ارش. ستة النمبر اول اثنين اللي بيوصلوا لبعض نمرة واحد اسمه مانديبلر، نمرة اثنين اسمه هايوير، والباقيين ما لهمش اساس. لما قطعت جواهم لقيتهم بيتكونوا من كور اوف بيتو ديرم، متغطي من بره بايتو ديرم ومن جوه بايتو، ما عدا اول واحد ايتو ديرم من بره وايتو ديرم وايه وايتو ديرم من جوه. اصل ده اللي هيعمل الاورال كافيتي، فطبيعي ان انا ابقى اكتوديرم من بره وبرضه اكتوديرم من جوه. بصيت جواه لقيت عشان يبقى ماسك نفسه لازم يكون فيه هايلاين كارتريج، وعشان يتغذى لازم يكون فيه نيرف، وعشان يوصل له البلاد سبلاي لازم يكون فيه ارتري، لازم يكون فيه ايه؟ وبالتالي
لما نسكت البارينكيال ارش اتسكس النمبر اوفر اكستنشن اوفر دروب على المول اوف ذا فارينج عددهم 6 موجودين في الحته دي. لما كبرتهم وقطعتهم لقيت ان انا عندي 1 2 3 4 5 و6 روديمنت. اول واحد اسمه مانديبلر ارش الكارتج بتاعه في ميكلز كارتج. تاني واحد اسمه هايورين ارش. الباقيين مش مهم اساميهم. الباقيين مش مهم ايه اساميهم. لما مسكتهم عرفت الاولاني والتاني بيقابلوا بعض، من التالت للسادس ما بيقابلوش بعض، والخامس والسادس دول اصلا مش موجودين. جوه لقيتهم بيتكونوا من اكتوديرم من بره واندوديرم من جوه، ما عدا الاولاني بره وجوه اكتوديرم. وفي ميزوديرم من النص كارتريج نيرف وايه؟ ارتري. نيرف وايه؟ ارتري. لما مسكت البلاد سبلاي انا ما يهمنيش غير الحته اللي هنا. فلما لقيت القرش الاولاني لقيته طالع من الانترنال والاكسترنال ايه؟ كاروتيد ارتري. تاني قرش اللي بيغذيه فيشيال ارتري. تالت واحد الكومن كاروتيد ارتري مع الاكسترنال. والثلاثه دول في رايكم خارجين من ارتري مهم اسمه؟ اورتا. اورتا. الثلاثه خارجين من الايه؟ من الاورتا. لما بصيت للنيرف سبلاي لقيت الاولاني جاي من المانديبولر نيرف. بس ممكن اقول لكم حاجه، واخد من النيرف بتاع التاني اللي اسمه فيشيال نيرف، واخد برانش واحد. فاكرين اسمه ايه؟ كوردا تيمباناي بتاع الايه؟ بتاع سنسيشن اوف ذا تانكس الانتيريور تو سيرفس طبعا. تاني واحد الفيشيال نيرف، تالت واحد الجلوسكو فارنجيال نير، والباقي الفيكس بقى ماليش دعوه. ماليش دعوه. نقول كمان ادي المنظر اللي قدامي بتاع البارينكيال ارش. البارينكيال ايه؟ ارش. قبل ما اخش في الحته اللي جايه تعالوا نفتكر شويه مكونات كده في الايه؟ في منطقه الفيكس عايزين نتكلم عليها. المكونات كالاتي، انا كان عندي كام غده في الحته دي؟ واحده هي واحده فوق وواحده تحت. فوق اسمها ثايرويد، وفوق الثايرويد كان في حاجه اسمها بارا ثايرويد. بارا ثايرويد، فاكرين بارا ثايرويد دي كانت بتتكون من ايه؟ اربعه من سوبيريور وي انفيريور بارا ثايرويد. وتحت شويه في غده اسمها ثايرويد. في غده اسمها ايه؟ ثايرويد. لحد دلوقتي في مشكله؟ انا بس بفكرك بشويه حاجات بالاناتومي. ليه؟ عشان لما نتكلم على الجيوب اللي من جوه والكليفت اللي من بره بتاعت القرش. الجيوب اللي من جوه اسمها فارينجيال باوتش، والجروف اللي من بره اسمها فارينجيال جروف وفارينجيال ايه؟ كليفت. مالها يا عم؟ قال لك مالها ازاي؟ ده انا هعرف دلوقتي ان الفارنجيال جروف والفارنجيال باوتش دي بتدي حاجات مهمه. بتدي حاجات ايه؟ مهمه. اقطع تاني جوه الايه؟ جوه الفارنجيال ارشز، وتعالوا نشوف الاربعه كليفتس والاربعه ايه؟ باوتش بيدوا ايه في الاخر؟ قال لك بالراحه لما جيت اتابعهم اثناء الديفلوبمنت لقيت ان كليفت واحد بيبقى موجود والثلاثه التانيين بيقفلوا. ماشي. انما الباوتش الجيب اللي من جوه لقيتهم كلهم موجودين. لقيتهم كلهم ايه؟ موجودين. بصيت كده لقيت ان اول كليفت وباوتش بيدي حاجه مهمه هنا. بيدي الاكسترنال اوديتري ميتر. بيدي الاكسترنال اوديتري ميتر. والفرق اللي بين الكليفت والباوتش بيدي ممبرين مهم طبلة الودن اللي اسمها اوديتري ممبرين، وطالع منها كانال للاورال كافيتي. فاكرين اللي ده كلها الباند دي اسمها ايه؟ اوستاكين كانال اوستاكين تيوب. يبقى اول كليفت وبيه كليفت وباوتش بيدوا ايه؟ اكسترنال اوديتري ميتر والتمبانيك ممبرين او الاير ممبرين والاوستاكين تيوب. والاوستاكين ايه؟ تيوب.
امال اللي بعد كده بيدوا ايه؟ قال لك انا بيديني ثلاث حاجات مهمه، انزل كده من فوق لتحت، انت خلصت الودان انزل لتحت، لو جالك برد يبقى عندك حاجه اسمها لوز، وعشان كده تاني باوتش بتدي حاجه اسمها بلاتاين تونسلز، بتدي حاجه اسمها بلاتاين ايه؟ تونسلز. ثالث ورابع باوتش، معلش هم عاكسين شويه، ثالث باوتش بتدي التايمس والانفيريور ايه؟ والانفيريور بارا ثايرويد، وايل الرابعه بتدي السوبيريور بارا ثايرويد. نقول كمان انا بتكلم على دريفاتيف اوف بارينكيال كليفتس اند باوتش. اول واحد انت اكسترنال ديترجيتس كنت مبالك من برين وسكن تيوب، تاني باوتش ادت البلاتاين تونسل، تالت باوتش ادت تحت الثايمس والانفرا انفيريور ثايرويد بارا ثايرويد، رابع واحدة ادت السوبيريور بارا ثايرويد، ادت السوبيريور بارا ايه؟ ثايرويد. تعالى نتفرج المنظر ده حصل ايه فيه في الاخر. ادي منظر الكليفتس والباوتش، ادي الاولانية اللي بتدي الاكسترنال والانترميتر وملحقاتها، ادي الثانية اللي هتدي ان شاء الله الايه؟ التونسلز، ادي الثالثة والرابعة الاثنين منهم الثالثة هتنزل تدي الثايمس والانفيريور بارا ثايرويد، والرابعة تطلع تدي السوبيريور بارا ايه؟ السوبيريور بارا ثايرويد. السوبيريور بارا ثايرويد. اتفهمت؟ لما جيت قطعت فيهم وافتكرت المنظر النهائي لقيت الوضع كالاتي، عندي ثايمس وانفيريور بارا ثايرويد وفوق السوبيريور بارا ايه؟ ثايرويد. امال الثايرويد نفسها جايه منين؟ لا الثايرويد نفسها جايه من كنال بادئه من الطنج، فاكرينها كان اسمها ايه؟ ما خدتوهاش دي. ثايروجلوسس. طيب مش مشكله هتاخدوها مع الطنج. لحد دلوقتي في مشكلة؟ تاني احنا بنتكلم عن الامبريولوجي بس بنتكلم عن الحاجات المهمة، اتكلمنا على الثلاثة فيزز اوف ديفلوبمنت اوف انترا تراين لايف، فيرست فيز بتاع الفيرتلايزيشن للايه؟ للثلاثة جيرم لايرز، سكند فيز اللي اسمها ها؟ امبريونيك فيز، ثالث فيز اللي اسمها فيتال فيز، ثم مسكنا بعد كده الامبريو ال 3 ويكس انترا تراين لايف لقيناه بيتكون من فور هيد وميد هيد وهند هيد وتيل، واللي في النص حاجه اسمها ستوموديا، طلعت اوتر جروث من اللاترال وور اوف ذا فالينج سميتهم بارينكيال ارش. البارينكيال ارش دول لقيتهم سته النمبر، اول اثنين معروفين مانديبلر وهايويد بيعملوا ميتنج مع بعض، انما الباقيين رودمنتري سواء كان الثالث والرابع والخامس والسادس ما بيوصلوش للي في النص، في حاجه هيشاهم في النص. ثم مسكناهم واتكلمنا على تكوين كل قرش منهم، لقيته من بره اكتوديرم ومن جوه اكتوديرم ما عدا الاولاني الاثنين اكتش، ومن جوه في النص ميزو ديرم، وجواه ثلاث حاجات ارتري غزيب الدم، نيرف يغذيه بالسنسيشن، والكارتريج عشان يخليه ماسك نفسه، وما كانش هاممني ان اجري الاولاني اللي الكارتريج بتاعه اسمه ميكلز كارتريج، الاستورج بتاعه هايلاين كارتريج، ميكلز ايه؟ ميكلز كارتريج. وبعد كده قفلنا صوابعنا وعرفت ان انا عندي كليفت من بره وباوتش من جوه، وشفت الدريفاتيف اوف كليفتس اند باوتش من اول واحد لحد الرابع، اول كليفت وباوتش كانت الاكسترنال والانترميتر، تاني واحده كان البارتاين تونسل، تالت واحده الانفيريور معكوسه انفيريور بارا ثايرويد وثايمس، رابع واحده السوبيريور بارا ثايرويد. سوبيريور بارا ايه؟ ثايرويد. لحد دلوقتي في مشكله؟ اتكلمنا بالتفصيل على الديريفاتيف اوف برانكيال ارش والكليفتس والباوتش، تعالى نمسك بقى اهم واحد، مين اهم واحد؟ المانديبلر اكيد طبعا بتاعنا المانديبلر،
ولما اقول مانديبولار ارش ده مش معناها مانديبل، ده معناها كل الحته دي. يعني ايه كل الحته دي؟ قالك يعني كل ما له علاقه بالاسنان، كل ما له علاقه بادئ من اول المانديبل والمكسيلا وعليهم الايه؟ السنان. وعليهم السنان، وما دام عليهم السنان وعايز تاكل يبقى محتاج ماسلز اوف ماستيكيشن. وعشان الاكل يبقى طري لازم تاخد معاك ايه؟ الطنج وكل السليفري كلاب. نقول كمان دريفاتيف، وده سؤال مهم، اوف فيرست برانكيال ارش اللي اسمه مانديبولار ارش، والكارترج بتاعه اسمه ميكر كارترج. كل ما هو له علاقه بيه مانديبل ومكسل بالسنان اللي عليهم، وما دام بالسنان اللي عليهم يعني هتاكل يبقى محتاج باسل ضعف ماستيكيشن، وعشان تحرك الاكل وتستطعمه محتاج الانتيريو تو ثيرد اوف ذا، وعشان تبرق تعرف تبلعه كمان محتاج السليفري كمان محتاج السليفري جلاند. دريفاتيف اوف فيرست برانكيال ارش مهم. اخر حاجه هنتكلم عليها في الفيرست برانكيال ارش، نسيت اقول رقم 6، كل الكلام ده متغطي بالليب والابر واللور، ليب وتشيك، ليب وتشيك ما عدا الحته الصغيره دي. هي ايه الحته الصغيره دي؟ فلتره، دي جايه من حته ثانيه هنتكلم عليها بعد شويه. لحد دلوقتي في مشكله؟ نقول كمان دريفاتيف of first branchial arch ست حاجات، mandible weak مادله بالسنان اللي، وعشان تاكل محتاج muscle ضعف mastication، وتستطعم الاكل بالانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج وتبلعه بال cerebellar gland، وكل الكلام ده متغطي بيه الليب ويل تشيك ما عدا حته من الابر ليب اسمها فلتر. اسمها ايه؟ اسمها نعم؟ بوستيريور ايه؟ لا بوستيريور بارت اوف ذا تانج مش الفلود، هتعرفوا المحاضره الجايه انها جايه من الحته دي. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها في البارنكيال ارشز الكارتريج اللي كان اسمه ميكلز كارتريج. هو ايه الفانكشن في الكارتريج ده؟ يمسك هو اللي ماسك الارش، هو اللي عامل سكيلتون للارش، فلما يدوب في الاخر هيسيب شوية بقايا سميناها بقايا الميكلز كارتريج أو ريمنانس أوف ميكلز كارتريج. هنشوف إيه بقى الميكلز كارتريج دي؟ قال لك يا ناس الميكلز كارتريج ماسك من أول الويب لحد آخر المندب. لما أجي أمشي ورا بقاياه ألاقيه كالآتي، من أول الويب فاكرين كان في عظمتين في الودن اسمهم انكس و ملس، فاكرينهم؟ ايوه. الانكس والملس دول من ضمن الفيت اوف ايه؟ ميكلز كارتريج. انزل شويه وبص على المانديبل تلاقي حته العظميه اللي مغطيه الايه؟ مدخل النيرف دي، فاكرها كان اسمها ايه؟ لينجلا، كان اسمها لينجلا. انزل لتحت كمان هتلاقي في اخر الدقن حته اسمها منتال تيوبركل. منتال ايه؟ تيوبركل. واخر حاجه الكارتريج ده مش فيه فايبرز حواليه، الفايبرز اللي حواليه دي تعمل ليجامنت من بتوع المانديبل اسمه سفينو مانديبولار ليجامنت. سفينو مانديبولار ايه؟ ليجامنت. وبالتالي وده برضه سؤال مهم، فيت اوف ميكلز كارتريج بيدي كام حاجه؟ اربع حاجات. أول حاجة الإنكس ويك ملس، ثم الليجلا أوف المانديبل والمنتال تيوبركل، والفايبرز كارد الفايبرز بتاعته تدي للسفينو مانديبلر ليجامنت. سفينو مانديبلر إيه؟ ليجامنت. تعبتوا؟ تعبتوا؟ تاني إحنا بنتكلم على الإمبريولوجي من أوله، واتكلمنا الانتر براين لاين فيها ثلاث مراحل قلناهم بالتفصيل.
او من غير تفصيل عشان ما تبصوش للكبير. ثم بعد كده مسكنا ان 3 ويكس انترلاين لايف طلعت لي حاجه اسمها بارينكيال ار، وانا مهتم بيها قوي عشان هي هتبقى اصل شغل المرحله اللي جايه. عندي 6 بارينكيال ار، اول اثنين بيقابلوا بعض بار اسمهم ماندبلر وي هايوي، ثم بعد كده كل الباقيين ما بيقابلوش بعضهم. كل واحد فيهم في البارينكيال ار بيتكون من بره مين؟ اكتوديرم، ومن جوه اكتوديرم، والحشو اللي في النص بيزوديرم. لقيت جواه ثلاث حاجات: كارتليج، هايلاين كارتليج بتاع اول قرش اسمه ميجر، ونيرف بتاع اول قرش اسمه مانديبلر نيرف، وارتري بتاع اول قرش اسمه اكسترنال ايه؟ كاروتيد. اكسترنال كاروتيد. ولما ضمناهم على بعض لقيت عندي كليفت وي باوتش. اتكلمنا على الدريفاتيف بتاع الكليفت والباوتش بالتفصيل. ثم خدنا بقى المهم بتاعي اللي اسمه فيرست برانكيال ارش او مانديبلر ارش. لقيته بيدي 6 حاجات: مانديبل وي ماكزيل واستناني لي عليهم، وعشان اكل محتاج ماسلز اوف ماستيكيشن، وعشان استطعم الاكل عايز 2000 او 2000 اوف ذا طن، وعشان ادحلقه وابلعه محتاج سالبر جلاند. وكل الكلام ده متحطه في الليفل تشيك ما عدا فلتر اوف ابر ليب، جايه من حته ثانيه نتكلم عليها بعد شويه. ومسكنا الكارتريج بتاعه اللي اسمه ميجرز كارتريج، واتفقنا انه عامل السكيلتون بتاع القرش، بس بيدي 4 حاجات قبل ما يختفي. اكسترنال سوري انكس وي مالكس، واللينجولا بتاعت المندل والمنتال تيوبركل، والليجامنت اللي اسمه فينو مانديبلر ليجامنت. فينو مانديبلر ليجامنت. لحد دلوقتي في مشكله؟ واقعين في حاجه؟ لينجولا فاكره حته العظمه اللي على المانديبلر فورم، فاكراها؟ لا ناكله. تعالوا بقى اخر حاجه هناخدها النهارده. ماشي ماشي ماشي. اخر حاجه هناخدها النهارده ايه؟ ديفلوبمنت اوف فيس. ديفلوبمنت اوف ايه؟ ايه؟ ديفلوبمنت اوف فيس؟ قال لك ايوه الفيس بتاع الامبل، فاكرين كان شكله ايه؟ يا لهو انتوا كنتوا وحشين كده؟ تعالوا نشوف. قال لك فكرني بالمنظر لحد دلوقتي. فكرني بالمنظر. بالراحه، فاكرين الفتحه دي كان اسمها ايه؟ ستوموديه. ستوموديه. كان اسمها ستوموديه. وفي حته من فوق كده، الحته دي اللي واخده الفرونتال، اللي ان شاء الله هتبقى الفرونتال والنوز. اسمي البروسيس ده ايه؟ فرانتو نيزل بروسيس. فرانتو نيزل ايه؟ بروسيس. امال اللي من الجنب ده زي جوه؟ فاكرين كان القرش ده اسمه ايه؟ مانديبلر ارش، كان اسمه مانديبلر. يبقى ديفلوبمنت اوف فيس بدا بكام بروسيس؟ ثلاثة. هما يقلبوا 7 بعد شوية، بس تعالى نقولهم 3. من فوق فرانتو نيزل، ومن الجنب مانديبلر، ومن الجنب ايه؟ مانديبلر. من الناحيه دي والناحيه لا لا ثانية واحدة. مانديبلر ارش، المانديبلر ارش اللي انت بتحكي عليه ده بقى هيدي 2 مانديبلر بروسس ومانديلري بروسس، بس الاثنين جايين من مانديبلر ارش. الاثنين جايين من مانديبلر ايه؟ ارش. نقول كمان ايه؟ نعم. ما هو ده اللي قلت لك عليه من الاول من سيناريو، ان احنا في الامبريولوجي بنتخيل. مش معنى ان انا اقول مانديبلر ارش، ده انت لسه مسمعه لك مانديبلر ارش هو اللي عامل المانديبل ويل. ايوه، مش هو المانديبلر ارش ده كان جاي من الجنب اصلا؟
اتفرع فرعين، فرع اسمه مانديلر بروسس وفرع اسمه مانديلر بروسس، بس الاثنين بتوع المانديلر ارش. قولي يا علي انت وقعت. احنا بعد ما خلصنا البرانكيال ارش هنتكلم على الوقت على الديفلوبمنت اوف فيس اللي بيبدا بدري قوي عند 3 تو 4 ويك انتر تراين لايف. مصدر الفيس كان زي ما انت شايفه كده، كان بيتكون من كام بروسس؟ بروسس من فوق اسمها فرانتو نيزا، وبروسس من الجنب اتنين بتوع قرش واحد. مين هما بقى؟ ماكزيلا وي ماكزيلا بروسس مانديبلر قرش ومانديبلر بروسس اوف مانديبلر قرش. في مشكله؟ الخرم اللي في النص ده اسمه ايه؟ استوموديه. الخرم اللي في النص اسمه استوموديه. وصلت كده؟ تعالوا نبدا. بس حد ناسي حاجه؟ حد شايف العين؟ لا لا. الكامب ده اللي هيبقى النوت ان شاء الله. العين بيحصل لها زي السماء ديفلوبمنت من الجنب وترجع تلف لقدام. يبقى العين تبعي؟ لا. العين مش ايه؟ مش تبع. تعال نشوف المنظر ونتخيل مع بعض ادي اللي احنا بنحكي فيه. انا عندي فرانكونيزال بروسس مانديبلر ارش، مدي مانديبلر بروسس ومانديلري بروسس. مانديبلر بروسس ومانديلري ايه؟ بروسس. تعال نشوف المنظر لحد دلوقتي. الاستوموديم ولا ايه؟ الاورال كانت مش النوز ولا الاوبن. تعالوا نشوف المنظر مع بعض بدا ازاي. قال لك اول حاجه يطلع لي مكان خرم المناخير حاجه اسمها نيزل بلاكوت. من النيزل بلاكوت الحته التخينه دي تنزل لتحت وتعمل نيزل بيت. والفرونت ونيزل بروسيس الاقيه مدي تو ارش. طيب هي مش جايه اكتر من كده. كده فهمنا المكونات. عندي نيزل بلاكوت يعمل خرم بعد كده اسمه نيزل بيت. الفرونت ونيزل بروسيس الاقيه عمل هورس شوشي حوالين النوز. لاترال نيزل بروسيس وميديال نيزل بروسيس. تيجي المجزلة تضغط على الميديال نيزل بروسيس وتعمل لي في الاخر ايه؟ تعالوا بقى نقولها ببطء. معلش الفيديو تاني مش موجود. تعالوا نقولها ببطء، هنعيدها كذا مره. ادي المنظر بتاعي. عندي فرانتو نيزل بروسيس ومانديبلر ارش مدي مانديبلر بروسيس ومانديلري بروسيس. والخرم ده مين؟ استوموديه. خير اللهم اجعله خير. دكتور استوموديه دي حته فاضيه؟ الحته الفاضيه ان شاء الله هتبقى اورال كافيتي. يبدا يطلع لي خرمين هنا حتتين تقال شويه بلجنج اسمهم نيزل بلاكوت. اسمهم نيزل ايه؟ بلاكوت. النيزل بلاكوت دي تغطس لتحت ويبقى اسمها نيزل بيت. يبقى اسمها نيزل ايه؟ بيت. والفرونت ونيزل بروسيس يعمل لي تو ارش حوالين كل بيت. واحد من جوه ناحيه الميد لاين وواحد من بره ناحيه بره. اسميهم ايه؟ اسميهم ميديال نيزل بروسيس ولاترال نيزل بروسيس. ومن هنا بيكبر لي اتنين ماندبل من تحت ومجزلة من فوق. ماندبل تحت ومجزلة من ايه؟ من فوق. وبالتالي انا عندي نيزل بلاكوت تتحول لنيزل بيت. والاكتوميزينكايمال تيشو حواليها يعمل هورس شو شيب. يعمل لي من بره لاترال ومن جوه ميديا نيزل بروسيس. ميديا نيزل ايه؟
بروت حوالين الليل البيت. لحد دلوقتي في مشكلة؟ خير اللهم اجعله خير. المدلله تيجي تكبر من هنا تزق الميديا نيدل بروسيس، المدلله تكبر من هنا تزق الميديا نيدل بروسيس، لحد ما الميديا نيدل بروسيس الاثنين يلحموا في بعض، لحد ما الاثنين يلحموا في ايه؟ في بعض. بقى عندي كام ميديا نيدل بروسيس؟ واحد. وكام لاترال؟ اثنين. واحد مجلة واحد مجلة، واحد مجلة واحد ايه؟ مجلة. وبالتالي والله جاية تاني، انا عارف الموضوع غير قلقنا في لحظة. تعال نقول تاني development of face، ادي منظر الامبريو قطعناه عشان نجيب ونشوف منظره من قدام. انا عندي فرانتونيكال بروسس ومدلري ومانديبلر بروسس حوالين الاستموديه، عندي ميديال نيدل ولاترال نيدل يتزق بالمجله لحد ما يعمل لي في النص ميديال نيدل بروسس واللاترال نيدل بروسس، واحد من هنا وواحد من هنا، والمجله تبقى عامله الجزء اللي من فوق والمندب اللي بيعمل الجزء اللي من تحت. وصل كده؟ تاني دكتور يقول بقى تاني بالراحه. تاني ايه؟ بالراحه. انا بعمل ديفلوبمنت لمين؟ للفيس. اتفقنا ان العين مستبعد. انا عندي فرانت ونيزل بروسيس ومانديبلر بروسيس ومانديبلر بروسيس ومانديبلر ارش. الفرانت ونيزل بروسيس تعمل لي نقطتين اسمهم نيدل بلاكول، يعملوا خرم اسمه نيدل بيتش، حواليهم يطلع لي اتنين بروسيس، واحد من بره اسمه لاترال، واحد من جوه اسمه ميديا. تيجي المجله تفعص الاتنين ميديا على بعض، تعمل لي وان ميديا نيدل بروسيس، والمجلة تعمل الجزء اللي من فوق والمجلة تعمل الجزء اللي من تحت. وبالتالي تعالوا نشوف كده كل واحدة ادت ايه. الميديا نيدل بروسيس ادت الجزء الميدل بتاع النور، والحتة اللي ناقصة في النص في الليب اللي اسمها فالترم اوف ليب، وتخش كمان جوه تعمل لي الجزء بتاع الفور انسايد، البريماجيلا والجزء بتاع الفور انسايد. امال اللاترال نيدل بروسيس عملت ايه؟ ارا اوف ذا نوز، الارا اوف ذا ايه؟ نوز. امال المجيلا البروسيس كده عمل ايه؟ المجيلا بمشتملاتها انكلودينج التشيك من فوق والجزء اللاترال بتاع الليب، الجزء اللاترال بتاع الايه؟ الليب. والمانديبلر بروسيس عمل ايه؟ المانديبل بمشتملاته انكلودنج اللور ليب، انكلودنج اللور ايه؟ ليب. وهنا ياتي السؤال، لو قلت لك مين هم السبعه بروسيسز اللي بيعملوا الفيس؟ لا هم كانوا ثلاثه في الاول، فرانت ونيزل ومانديبلر ومانديبلر، انما في الاخر بقى عندي سبعه بالنص كمان، واحد في النص اسمه ميديان ميديان نيدل بروسيس، واثنين من الجنب اسمه لاترال نيدل بروسيس، واثنين ماجيلان، واثنين مان. هو اللي كان واحد واحد لحم بعض، يبقى اثنين ايه؟ نقول كمان 7 بروسيس ميك ذا فيس. اتنين جايين من ثلاثة جايين من فرانتو نيزل، ميدل نيزل بروسيس واحد، واتنين لاترال نيزل بروسيس، واتنين ماكسيلري، واتنين مندب، واتنين ماكسيلري، واتنين ايه؟ بالتفصيل الميدل نيزل بروسيس ادت النوز من النص الفالترم بتاع الابر ليب ودخلت جوه عملت البريماكيلا من فوق السايد.
اللاترال نيزل عملت الاقلع اوف ذا نوز. الماكسيلري والمانديبلر بروسس عملوا ايه؟ ثانية واحدة بالراحة، مش هم دول بتاع المانديبلر ارش؟ يبقى لو قلت لك ديريفاتيف اوف فيرست برانكيال ارش بتدي ايه؟ ها الماكسيلا وال مانديبل بكل السنان اللي عليه بكل المسلز اوف ماستيكيشن. وعشان احرك واستطعم محتاج انتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج، وعشان ابلع محتاج، وكل الكلام ده متغطي باللبس وين ما عدا الفلتر اوف ذا اور ليت جايه في الفرونت ونيزل بروس او الميدل نيزل بروس. بعد كده مفيش مشكله لحد دلوقتي كده، في مشكله ثم انشاناه خلقا اخر. ده تبارك الله احسن من ايه. انا اسف هي محاضره والله غلط. لا ده حلو جدا على فكره. خلاص انا اسف ان انا بغلط عليكم في تحليل الامبريولوجي، واوعدكم ان شاء الله ان دكتور هاله هتخفف عليكم الامبريولوجي.